مساء الخير للجميع، صحة فطوركم وصحة سحوركم وربي يتقبل منا ومنكم. وكالعادة اليوم طيبت فطوري عادي كما الناس كامل، يعني وش عندك تديري؟ أنا اليوم يعني درت جراتا بسيط سهل سريع غير مكلف لكن بنين بزاف، متعودة نديره في الفطار هذا ويبغيه، خاصة ولدي يموت عليه، يحب حتى في رمضان يفضله، ولا لأنه أصلا يحب بطاطا فريت للجراتا، كي تعود فيها البطاطا يفضلها على أي نوع تاع جراتا. المهم كما قلت لكم الوصفة سهلة ومشي مكلفة خلاص. طرف دجاج يعني ربع صدر، نص صدر دجاج كويس اللي عندك تبنني بيه، والقراطة هذه ما تجيش ناشفة، يعني وش مليح فيها انها تجي طرية، يعني كامل ما نحبوش القراطة هذاك الناشف. يعني راح نخدمها بصوص بلانش، وهي اللي راح تعطيها هي والفرماج اللي راح يعطولها الطراوة هذيك، كيما تشوفوا تشهي، يعني ما عندي ما نقول لكم. يعني هذه طريقة قديمة 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 عندنا، يعني ما كنا نديروها قبل في دار، يعني في دار الوالدين، وصح كاين الناس، يعني شفت سيرتو في الفيسبوك نشوف في يعني وصفات قديمة وسهلة، وكاين الناس ما يعرفوهاش خاصة المبتدئات، يعني نبقوا ديما نتعلموا من بعضنا، يعني ولو وصفة بسيطة نشاركوها مع بعضنا، يمكن واحد ما يعرفهاش يمكن. المهم راح تشوفوا طريقتي وتشوفوا المكونات البسيطة، أتمنى فقط ما تنسونيش بلايك لأنه يطلع الفيديو، ومرحبا بأي ضيف جديد عندي، وإن شاء الله تعجبه قناتي، وإن شاء الله ما يخرج إلا وهو مشترك ومفعل الجرس، لأنه تفعيل الجرس مهم جدا، لأنه هو اللي يوصل الإشعار بأي فيديو ننزله، يعني يقول لك باللي القناة هذه نزلت الفيديو في اللحظة هذه. كما شفتوا هنا حطيت الكويس تاعي، حطيته في كسرونة مع البصل الثوم، زودوا البصل لي غراتا الحوايج اللي تطيب صوص بلانش كامل راهي تحتاج الثوم، يواتيها الثوم يعني تحتاج كمية، يعني مزودة شوية، زودي شوية الثوم. تبلت عادي، زدت له دبشة معدنوس ومرقته بالماء سخون وخليته يطيب هذاك الكويس. من جهة أخرى رحت قشرت البطاطا كيما تشوفوا، قليتها، جبت الزيتون، جبت الدبشة والمعدنوس قطعتهم، راح نستعمل نص الكمية والنص نستعملها من الفوق كي ندير نضيف اللحم بعد ما نفتته. كيما تشوفوا هنا حطيت شوية زيتون فوق الكوش تاع البطاطا، ضفت الدبشة والمعدنوس، وهنا راني درت الخطوه هذه، وراه ولا قاعد الكويس يطيب، راح نخليهم كيما هك ونستنى الكويس يطيب. هنا راني صاي رحت خدمت الديول، في الوقت هذا اللي كنت نستنى فيه يطيب رحت خدمت الديول تاعي باش نخدم البوريك، رجعت لقيت الدجاج هذاك طاب، الكويس هذاك طاب ذاب، هبطته لاصوص خثارت، يعني نحبها عاقدة يعني خاثرة، نحبها الجارية، هي اللي راح تضيف البنة للبلا تاعنا اليوم الكراتان، وراح تطريه كما قلت. وكما شفتوا هنا راني ضفت الفرماج، قطعت الجبن هكا قطع صغيرة وحطيته، يعني أي نوع نتاع جبن عندك، يعني متكلفيش روحك خلاص الموجود عندك. هنا صبيت لاصوص هذيك العاقدة الخيفرة، صبيتها فوق البطاطا، وهنا اختياري، يعني انا كل مرة ندير يعني بطريقة،
كاين طريقة اللي ديري لاصوص مع البيض، تخلطيهم مليح وتصبيهم فوق الكراتا، لكن انا نفضل الطريقة هذه افضل، لانه نحب البيض يجي الكوش الاخير، خلاص يجي البيض وحده هكا باش يعطي هكا الالوان الكراتات، يعني تعرفوا البيض الاصفر سيرتو كي ما تخلطيهمش مليح، يعني ما تضربيهمش مليح، يبقى فيهم هذاك اللون الاصفر والابيض، يعطي منظر مليح للكراتا من الفوق. من بعد ما صبيت لاصوص كيما تشوفوا فتت هذاك اللحم، راح ندير به كوش اخر فوق البطاطا والصوص هذيك البيضه. من بعد ضفت الفرماج، ضفت الجبن، راني يعني كنت دايره من قبل فوق البطاطا وزدت ضفت شويه. برك راح نكمل هذاك الزيتون اللي خليته، نزيد ندير بيه من فوق اللحم وكده، الدبشة هذيك والمعدنوس، راح نخلطهم مع البيض. هنا استعملت 4 بيضات، تقدر تستعملي 3 فقط، 4، 5 حسب إمكانياتك. كما تعرفوا الكراتا يحب البيض بزاف باش يجي متماسك، يعني يجيك حتى كي تقصيه يجيك قالب اللي تحبيه، يعني ما يجيكش مفتت، تكثري البيض، لكن نديروه حسب مقدورنا وحسب. انا درت 4 فقط، يعني مش شرط، قادرة حتى يعني مش محتم عليك، قادرة تديري فيه حتى 2 بيضات فقط، قادرة ما تديريش خلاص. صبيت هذاك البيض، حطيت فيه الدبشة والمعدنوس اللي خليتهم من قبل، حطيتهم عليه، ومن بعد درت بيهم الكوش الأخير فوق الكراتا. درك راح نديها نحمرها في الكويزينيير، نحمرها شوي من تحت، نحطها حوالي 5 دقائق باش ما يقعد ليش شكل بيض ني من تحت، لازم نطيبها شوي من تحت. من بعد نطلعها لفوق 5 دقائق اخرين تحمر من الفوق، يطيبك البيض هذاك، تدي تحميرة. وكما شفتوها في اول فيديو، في الاخير نقول لكم بصحتنا وبصحتكم، وان شاء الله تعجبكم وصفاتي، وما تنسوناش بدعوة الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.